السلام عليكم. اول شيء معكم زهراء السهال. المهم انا بغيت نرد على كاع الانتقادات اللي كانوا داروهم لي على حسب داك لا فيديو اللي درت ديال روسيا. اولا لا فيديو انا خديته بواحد الطريقه كوميديه، يعني بما انني كندير مقاطع فيديو كوميديا سور انستغرام، اذا عادي حطيت فيديو كوميدي، وانا المتابعين ديالي كاملين عرفوني بانني فقط كنت كنضحك. ولكن دي باج واحد اخرين اللي حطوهم وداروا شي عناوين اللي يمكن هذه كتسب المغاربه نحشومه، وحاشا واش نسب ولد بلادي، حاشا. لحقاش انا المتابعين ديالي في انستغرام تقريبا 500,000، اكثريه ديالهم دراري، واش انا غادي نخسر المتابعين ديالي وغادي نسبهم؟ انا الوالد ديالي مغربي، خويا مغربي، راه ماشي جاي يمشي بلاد واحد اخر، واش انا غادي نقدر نسب الوالد ديالي؟ وخويا خدوها غير يعني بنادم يكون عنده واحد الوعي، فكروا بعقلكم. وانا واش غادي نخسر المتابعين ديالي على حسب نقول لهم انت يا هذا قلت داك ديال التقاشر وهذا؟ راه كلشي عنده التقاشر، عرفوها بانني كنت غير تنضحك، هذا في اطار الضحك. تعرضت لواحد الهجوم كبير، ولكن صراحه هذا الشيء ما اثرش عليا، سواء انتقادات، حطوا تصاوري ديال شحال هادي، تصاوري ملي كنت في السانكيام، وهذا بالعكس اقسم بالله الا بقيت انا تنضحك ما اثرش فيا داك الشيء. وزياده على هذا البنادم ما عرفتش علاش كيداير هكا، واخا هكاك ما كيبقاش فيا الحال. لحقاش انا بحالي ولفت على هاد الانتقادات، وهذا كيعيطوا ليا في التليفون وكيبقاو يقولوا تيسبو هذا. كنقول علاش هاد الناس دايرين بحال هكا وانا فقط غير ضحكت؟ واش كاينه شي وحده غتسب ولاد بلادها؟ شتي اللي ما تبغيش ولاد بلادها راه حتى شي حاجه. انا نقول لكم هذا، وماشي زعما راني خوفا ولا شي حاجه، انا تنوضح شنو قصدت. راه مستحيل انا ماشي غبيه غادي نمشي نسب ولاد بلادي، هذه شي حاجه مستحيله نهائيا. وصراحه بالنسبه لهذا الشيء كنقول لكل شيء انه هذا الشيء ديال روسيا، شنو روسيا ياك هذوك الزعرات الشيشانيات ياك زوينين صراحه الله. صراحه زوينين هذوك السيدي، الا بغيتو تزوجوا بهم الله يسهل عليكم. سيروا، انا بغيت لكم شي عراسيه فعلا تاركه، وعيطوا لي انا نغني لكم ان شاء الله الطرب الاندلسي، والله العظيم تنجي حطوا الطبله عامره بالدجاج وداكشي اللي كاين. المهم من هادشي كامل اللي حس انني سات للمغاربه، انا تنقول لهم انا جد اسفه، واصلا انا ما قصدتش نهائيا الاساءه لتا شي واحد. ولاد بلادي الله يا ودي الرجال، مكاينش ما حسن مولاد المغرب. وانا شتي قبل ما هاد لا فيديو لا مشيت للباج ديالي سو انستغرام، تنقول دائما انا ندي لا تركي لا حتى شي حاجه ان شاء الله، لا كتاب، دي ولد بلادي. لحقاش ولد بلادك تفاهمي انت وياه؟ وحتى بالنسبه للدراري دابا ولد بلادك، بنت بلادك زعما انت اللي كتقول غادي نتزوج بروسيا، واش انت تقدر تتفاهم معاها؟ نقول اسيدي قدرتي تفاهم معاها الله يسهل عليكم، راه هي كتعرف طيب الرفيسه وكطيب الطويجنات الحمد لله ياك. كطيب لكم اسيدي الطويجنات، تطيب لك الشهيوات وتتفاهم معاك. وصراحه حسن نتوما خصكم ما تطيحوش مقيمه بنات بلادكم، راه عندنا تيتيز تبارك الله، راه فين ما مشيتي تلقى تيتيز حتى الدراري تيتيز تبارك الله. فين ما مشيتي، فاس، تطوان، طنجة، صحراوة، الكازاوات، كلشي 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 تبارك الله، عندنا تيتيز في المغرب، وكل دري عنده حقه في الزين. داكشي ديال التأشرات ديال 19 لا هذيك عادي، انا كنت ديجا درتها في واحد الفيديو ديال سناب، كنقول شنو قلت يا ربي، قلت الخوينز ولا الخانز بحال هكا، قلت كيحتو بحال هكا، قلت بحال هكا راه عادي كلشي عنده التقاشر، واش حنا ما عندناش التقاشر؟ يمكن هاد القضيه هادي اللي غلطت فيها قلت التقاشر، ولكن راه غير تنضحك. انا شنو بغيت نقلد؟ بغيت نقلد الهضره بحال الشعيبيه. وتحيه للفنانه دنيا بوطاج من هاد المنبر هذا. من هنا تنقول لكم مرحبا بانتقادات ديالكم، حطوا تصويرتي ديال السانكيام اللي كنت مصوره حتى السرجم ديال حتى القاسم ديال الماط، كنت مصوره ديك الساعه بواحد التليفون ما عقلتش عليه. المهم داك ولكن عرفتي شنو داروا؟ درتو معايا واحد الحاجه خايبه بزاف، ظلموا التصويره، ظلموها اخويا. ويلي التصويره كانت باينه زوينه، وانا عرفتي كنت دايرها في البروفيل والله العظيم، كنت كتعجبني، كنت فرحانه بها داك الوقت، وخليتها. قلت انا واخا تشهرت وهذا علاش محيت صوري قدام؟ ولو انني نكون جايه خايبه ولا شي حاجه عندي علاش نمحيهم؟ لحقاش كل واحد كيرضى بالصفه اللي عطاها الله. وواحد الحاجه كينتقدوني على الميكاب، الميكاب البنات كاملين كيديروا الميكاب، كيحماقوا على الميكاب، وحتى البنت كاين بزاف اللي تيتشهروا تيعجبهم ميكاب، كتعجبها دير الفاونديشن اي لاينر ولا لونتي غير انا المتابعات ديالي تيحماقوا على لي لونتي اللي كندير. ايوا يا سيدي انت اللي باغي تزوج لك بروسيا، على روسيا تعرف طيب لك الطويجنات، تعرف طيب لك طويجنات الحمد البراء الهرقمه،
ما تخرب اول كي تزوجتي بها خويا الله يرزقك حلال. والله ما نعاود والله ما نعاود نقول شي حاجه على الروسيه، انا تصدعت هادي وتوبه صافي.